جاتني رسالة من أحد المتابعين، والنوعية هذه المتابعين أنا ما أتشرف فيها أبدا. قاعد يحاول يقنعني أني أنا أطلع برا البلد وأدافع عن المظلومين على قولته، ما يدري أنهم هم الظالمين وهم الأشكال القذرة هذه المسؤولة عن ضياع بعض شبابنا اللي يأخذونهم يحاولون يقنعونهم بأنهم يتركون البلد ويتركون أهلهم ويطلعون برا البلد ويصيرون معارضين، وبعضهم يصيرون ملحدين، وبعضهم يعني أنا مقهور الصراحة، يعني حتى التعبير عندي متلخبط لأنه جدا متنرفز. قبل اليوم دخلت تويتر، شفت واحدة من اللي أقنعوهم هذول الأشكال انتحرت في لندن أعتقد، وجثتها لا أهلها يبغون يستقبلونها ولا في أحد قاعد يرد عشان يدفنونها، فراح يضطرون أنهم يحرقون جثتها. فهذه الأشكال هي المسؤولة عن ضياع بعض الشباب، ومسؤولة عن 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 خراب بيوت. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا من هذه النوعية من الناس، انتبهوا. مهما لفيتوا الدنيا ما لكم إلا أرض الوطن، وما لكم إلا هذا البلد اللي قاعدة تحمينا وتعطينا الأمان وتكرم المواطنين، فلا تسمعون كلامهم، هذولي حثالة البشر، هذه الأشكال.